سالي، يمكن مع شهر الأعياد دائما في لمسات أنثوية خاصة وأعمال يدوية سورية مشغولة بفن وإبداع وحرفية دائما بتفاجئنا فيها السيدة السورية. اليوم رح نحكي عن مشروع لسيدات سوريات، مشروع جميل في لمسة خاصة اسمه ألوان سورية مع رنا الطباع صاحبة الفكرة. أهلا وسهلا فيكي، وكمان السيده رنا الطباع والسيده جيني عبد الاحد. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. دائما يمكن مع بدايه الاعياد في دائما لمسات سوريه خاصه، يعني دائما عندنا بصباحنا غير، كل سيده بتفاجئنا يمكن سالي بادوات ولمسات وبتستغل المناسبه، يعني بتخلق من ولا شيء فكره مميزه. ايوه حلو التغذيه لليلي، هلا احطي عينك على كنا عم نشوف الشجره والالوان الاحمر، هدول اكثر شيء حلوين. صحيح، يعني مثل ما ذكرتي نور، بكل شهر المرأة السورية لها حصة ولمسة من أي شيء بتعمله. أول شيء بدنا نرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم. دائما النساء السوريات مبدعات بكل شيء، يعني ودائما من ولا شيء نحن فينا نخلق شيء. رح نبدأ بالحديث معك جيني لنتعرف على هدول الشغل الحلو يلي دائما بكل شهر له شيء معين. بداية دائما الأنثى بتحب تقعد ببيتها برواقة وتشتغل، وكيف إذا كان الشغل فيه مردود مادي ومنتج؟ احكي لنا عن هيدي التجربة. أول شيء صباح الخير. هلا هي التجربة بلشت إنه أنا أمة كل الأمهات، إنه بتحب تطعمي الشيء النظيف لأولادها والشيء المضمون، يعني ما بتحب تشتري من السوق. فبلشت مشروع كان كتير صغير وبسيط، انه بلشت بيع للقرايبين وللرفقات وللجيران. بعدين هذا المشروع الصغير حبيت انه يكبر تماما ويصير انه يعني وحده عندها زباين ويكبر يتطور من مشروع صغير لمشروع كبير. فهذا الشيء حتى ينعمل له دعايه ويتطور، فكان عن طريق البازارات. اول شيء كان عن طريق بازارات، في بازارات تبقى موسميه بفتره الاعياد، وبازارات تبقى بكل شهريه بكل شهر. تماما. لحتى وصار نشكر الله انه الشغل لقى الصدى والعالم حبت، وصارت تجي خصوصي لعندي على البازار انه بدنا جيني، انه نجي ناخذ من عند جيني. يمكن الدعم لهيك مشاريع هو اهم شيء للاستمرار، لانه دائما الانثى يمكن بدها حدا يدعمها ليتبنى هيدا المشروع لتقدر تستمر فيه وفعلا تكون معيله بيتها. وهذا اللي بدي احكي معه عنه مع الست رنا. انت صاحبت الفكره الوان سوريه يمكن بتتبني هي المشاريع، ولما الانثى يعني بتوقف جنب الانثى بتتبنى هيدا المشروع يمكن كمان بيكون رده فعله بتكون اجمل واقوى وله لمسه خاصه سوريه. تماما، حكيتي اللي بقلبي كله. ما يعني هي الفكره، انا لما شفت السيدات السوريات كل مره بيبدعوا اكثر. انا بحب العمل يدوي بالاصل، يعني صار لي سنين بالموضوع، وانا وقت كنت صغيره كنت اعمل ورد اصطناعي، كنت ارسم على الحرير. فلما بلشت بقصه تنظيم يعني مثلا في كان لجمعيات خيريه اعمل لون، اعمل شغلات، بس كلها يدوي. من شيء 2016 طلعت ببالي فكره الوان سوريه، ليش ما اعمل هالشيء يتجمعوا هالسيدات ضمن مكان واحد وتكون فرصه لهم لعرض منتجاتهم. فلقيت كثير فرحه منهم، ولقيت صدى واعجاب من رفقاتنا يجوا، ايه متى رح تعملوا المره الثانيه؟ كل مره ينبسطوا انه عم يعملوا شيء جديد، كل كم شهر ساوي قصه. فصرنا عيلة واحدة الحقيقة. جيني صار لي سنين بعرفها، يعني تعرفت يعني نحن عيلة ألوان سوريا، مو انه وهذا الجميل ألوان سوريا، يعني جميع أطياف سوريا بتشتغل موجودين طبعا من كل المحافظات بيجوا وبيستنوا امتى ناويين تعملوا لحتى نحضر امورنا. هالشيء كثير بفرحني. بالنتيجة هذا الهدف، الهدف هي السيدة السورية. حلو. حلو. مدام رنا، يعني يمكن انت كامراه بتحسي بالامراه الثانيه او الاخرى، ودائما شوفي عندك تعطي، اكيد بتحسي انه في مره ثانيه ممكن تعطي، يمكن هي الروح هي اللي بتنجح اي عمل او اي بازار. الوان سوريه يا جيني قديش اضافت لك؟ بغض النظر انه انت يمكن بتشتغلي هذا الشغل قديم، ولكن انت التزمتي مع سيدات، صرتوا عائله وحده، منتجات، حابين تقدموا شيء يمكن تشعروا بفرحة بس ينال إعجاب الناس. طبعا. هلا أول شيء ألوان سوريا مثل ما قلت لك نحن عيلة، يعني نحن قلوبنا على بعض. مدام رنا هي الطاقة الإيجابية لكل المشتركين، يعني هي بتمرق من بين الطاولات تعطي طاقة إيجابية، إنه
تطمن علينا انه بعتوا صار في شغل انجبر خاطئ، يعني دائما قلبه علينا. حلو. فهذا الشيء يعني اعطانا كمان دعايه، يعني تعرفتي انت على عده يعني عده طبق، يعني عالم ناس جديده، ناس بيوتها بعيده، ناس يعني انه يعني تعرفتي على كثير ناس. يعني وحتى يعني مجرد ما تجي زبونه لعندك تعطيكي كلمه حلوه يعني صغيره نسيتي كل التعب. تمام. يعني هذا التعب كله، وبعدين صح. الشغل وقت يطلع من القلب بيوصل دغري للعالم. تمام. لانه انت انا ما عم بشتغل لاني بس بدي اشتغل، لا انا عم بشتغل لاني بحب هذا الشغل. فالمحبه دغري بتوصل للعالم. خلينا نشوف يمكن الحلويات هي كلياتها شغل يدوي، يعني كلها شغل ايد، يعني انا ما ويمكن السيدة السورية تمتاز بالاعمال اليدوية. تماما. يعني بتلاقي المرأة السورية دائما في لمسة خاصة لها بالبيت. خلينا نحكي عن هدول. هلا هدول كوكيز، هي سابليه وملبسين بسكر. سكر. هي لهلا انا هدول مصنوعين هلا لانه بمناسبة الكريسماس. هلا طبعا لكل مناسبة في موديل، في للولادات شيء بخص الولادات، وقت الاعراس في للاعراس، وقت مناسبات التخرج كمان في شيء بخص التخرج. الحلو هي جوزه اسمها، جوزة هي المشهوره، يعني انا حتى العالم وقت بيسيفوا رقمي ايام بيكتبوا جاني جوزه صار اسمي مرتبط فيها لانه هي طقس قديم لسه محافظين عليه. فهي مثل مبدا البيتي فور، هلا هي اسمها الجوزه لانه كسمها مثل الجوز، هي مثل مبدا البيتي فور وبقلبها حشوات. والغريبه وهي المكرون، هي اكله فرنسيه، هي لوز من برا. كمان هذا في منها بحلب، هي أكلة فرنسية من أساس. طبعا في منها بحلب. بحلب اسمها غريبة اسطنبولية. تماما. غريبة شوي مختلفة. شوي. هذا كمان صنف جديد وكلهم بيجي بطعمة. باينين طيبين على فكرة. حتى أشكالهم هلا لما نقول شغل يدوي في دقة كثير عالية. تماما. يعني لما نقول شغل يدوي هيدا مثل المكنة، يعني أجمل من شغل المكنة. طبعا أجمل مثل ما قلت لك، يعني أنت وقت عم تشتغلي عم تعطي شيء من قلبك للقطعة. يعني عم يعني أنا أيام بشتغل بتخيل إنه بتخيله هو عنده عيون وأنف ولابس طاقية، وإنه فيه روح. بتخيله إنه فيه روح، ما بتخيله إنه هو شيء إنه بده يتاكل بس. صحيح. يعني بحاول اشتغله بطريقه فنيه، يعني عجل انا العالم وقت يقولوا لي انه انت فنانه، انه هذا الشيء اكيد فنانه، وخاصه في هذا الشكل كتير. يمكن اللي بايد هذا حلو، هذا عم يضحك يمكن الوان سوريه. مدام رنا، بلشت اغلب النساء هنن ببيوتهم كمشاريع، يمكن تماما بلشتوا بالبيت ولكن تميزوا فيه من خلال الوان سوريه. طبعا كان في لون فرصه، ولكن لاحظتي في منافسة حلوة بين الصبايا مين بيقدم أحسن؟ طبعا منافسة خلينا نقول الجميلة أو تمام. الإيجابية تماما. أنا بحب المنافسة بس تكون كمان في محبة بيناتهم، يعني يراعوا بعضهم، يدلوا على بعضهم. ما موجود عندك هيك، ما اللي بتلاقي عند رفيتي. فدائما جني بتعرفي كيف انا دائما بنبه عليهم انه حبوا بعض الله بيرزقكم، تمنوا الخير لبعض الله بيزيد يعني عليكم النعم. حلو. فهذا الشيء خلق فيهم روح موده، بيستنوا من البازار للبازار ليجتمعوا شو عملتي شو عملتي. لا شك دائما في منافسات، يعني هي موجوده بين الكل. منافسه جميله، لكل واحد يظهر يمكن اجمل ليطوروا للافضل. حتى نحن يعني دائما بنساعد بعض بالبازارات، يعني انا جارتي اليوم تاخرت، لا انا ببيع لها، ما بوقف بطريقه. حتى مدام رنا عندها هي ميزه كثير حلوه على فكره، انه مثلا صاحبه طاوله ما اجت بتدق لها انه هي القطعه بقد ايه، اجت زبونه بتبيع لها، ما عندها مشكله. بيجوا الزباين اللي بيحبوا الرواق بكير بكير، ودائما بقول لهم تعوا بكير تاخروا، فبيجي زبون شو بتريدي؟ بتقلي كذا بدق لها ممكن يلا فتحي يعني شو بتريدي؟ انا قد ايش ساعتها بكل خلص بعناها. يمكن هذا الحلو بمشروعكم. تمام. هلا مدام رنا هي اخت لنا، يعني ما انا بس مدير انه رئيسه شغل، لا هي اخت لنا، انه تضل قلبها علينا. هذا اللي حكيناه ببدايه حديثنا. انتم كعيله بالختام، خلينا ست رنا الطباع وجيني كلمه يمكن تحبوا توجهوها لكل السيدات اللي عم يتابعونا، اللي عندها فعلا مشروع خاص وحابه تبلش فيه، حابه تشترك معكم، حابه تكون جزء من عائلتكم. نحن بنرحب باي سيده عندها موهبه شو ما كانت، وبحب بس هيك نوه نحن اليوم صدفه كثير مبسوطه فيها انه عيد ميلاد الوان سوريه. حلو. نحن 2016 ان شاء الله عقبال ال100 يا رب. آمين. يا رب نحتفل فيها كمان ونكبر اكثر. يعني مثل اليوم من اربع سنين 2016 سميت هالاسم، والحمد لله هلا عنا قريبا ب 19 شهر حيكون بازار الميلاد،
موجودين كلنا مع بعض وناطرين انه يجوا كمان ينضموا لنا. حطوا لنا تاريخ بس مشان العالم تجي. 19/20/21 كانون الاول بيكونوا ايام سبت احد اثنين، حيكون في كثير اشياء حلوه للميلاد والأسعار. ولغير الميلاد. لا ان شاء الله عم تراعوا الاسعار بالظروف الاقتصاديه الصعبه شوي يعني كثير بحاول انه هذا هي فرصه، هالثلاث ايام هدول فرصه يا ريت انه يكونوا قدها. فكثير بتمنى وجود الكل لانه عندنا جمعه فرح ومحبه. اكيد بتحبي تحكي شيء؟ طبعا اي وحده حابه تساعد، وهي انا يعني دائما بشجعها انه دائما المراه لازم تساعد، يعني خاصه بهذا الوقت لازم تكون داعم لعائلتها ولزوجها، يعني كان بالبيت او كان حتى بمشروع كثير صغير. تماما. وشكرا لكم. وبدي اتشكر كل حدا دعمني وساعدني، من عائلتي لزوجي لمدام رنا، لكل الناس يلي كمان ساعدوني ووقفوا بالبازارات يلي انا شاركت فيها. اكيد كل الشكر لكم، ايضا للايادي السوريه المجموعه تمام. بايد وحده تمام. اكيد لننجز الاعمال الجميله. اهلا وسهلا. ميرسي. اهلا فيكم. شكرا كثير لكم ويسعد صباحكم. اكيد بدنا نشكركم، نتمنى لكم التوفيق لمشروع الوان سوريه، ان شاء الله هيك عبال المية. يا رب. بنوجه تحيه دائما للامراه السوريه اللي ضمن ظروف الحرب وضمن ظروف صعبه اللي عم نعيشها عم تعمل دائما شيء بيزرع الامل والتفاؤل بقلوب عيلتها والمجتمع. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. صباحكم. شكرا.